مساكم الله بالخير. هذا التسريح اللي انتم شايفينها اسمها البوني تيل، مشهور عن طاق واسع، بوبولر عند بنات المدارس والافريكان وومن، النساء الافارقة. طبعا الامهات ما يعرفون شنو خطورة هذه النوع من التسريحات. الخطورة كالآتي: تؤدي الى صلع دائم ما لا علاج بسبب تليف بصيلات الشعر في المنطقة الامامية. عشان كذا تلقون دائما النساء الافريقيات فيهم صلع في المنطقة الأمامية والشعر راد إلى وراء. طبعا هذا النوع من الصلع اسمه تراكشن ألوبيشيا، ما له علاج نهائيا وسببه هذه التسريحة. هذه المعلومة موجودة في جميع كتب طب الجلدية وطب الشعر. هذه راندوم فوتو ما وصلت مرحلة مرضية، لكن تشوفون الشعر في بدايته صار له ريسيدنج، قاعد يرد لورا، تليف في المنطقة الأمامية هذه. تشوفون البنات الأفارقة دائما يوصل الشعر إلى هنا، مرات إلى نص يعني الأذن. السبب هو تراكشن ألوبيشيا بسبب شد الشعر. لازم تلقون تسريحة بديلة، ما أظن أن التسريحة هذه ضرورية. العلاج الوحيد لهذه الحالة أنه يتغيرون التسريحة فقط، أو على الأقل ما تشدون الشعر بقوة. إذا ما شدت بقوة ما راح يكون مرتب، لكن أن تكون الطفلة شعرها مرتب أفضل ما يكون في صلع في المنطقة الأمامية. فانتبهوا من هذه النوع من التسريحات، انتبهوا. يعني هذه المعلومة أكيدة وموجودة في كتب الجلدية والطب الشعر والجلدية، وما يخلو أي كتاب في طب الشعر والجلدية من هذه المعلومة، ما يخلو.